في محاولة لتعزيز المكانة العلمية للأساتذة الجامعيين ودعما لمسيرة العطاء الطلابي، أقامت جامعة واسط حفلا لخريجي أقسامها العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي بعد انقطاع دام 4 سنوات عن هذه المبادرة المهمة للطلبة الخريجين. أقامت جامعة واسط حفلا وكرنفالا بتخرج طلبتها ولمدة 4 أعوام بعد أن توقف هذا الكرنفال لأسباب أخرى. من حق طلبتنا علينا أن نقيم لهم كرنفالا ولنبتهج بهم. الحفل الذي ضم فعاليات رياضية وفنية متعددة وحضرته عوائل الطلبة لمشاركة أبنائها فرحتهم في يوم حصادهم العلمي تميز بتكريم الطلبة المتفوقين في دفعات سابقة أيضا، وكذلك أساتذة الجامعة الحائزين على صفات علمية وأكاديمية من خلال إنجازاتهم البحثية كمبادرة لتحفيزهم على الاستمرار بعطائهم. المبادرة التي هي تكون تحفيز للطلبة المتخرجين وللطلبة القادمين، نحن كل أملا بهذه الدفعات وبإذن الله تعالى سوف يكون لهم مستقبل في الوقت القريب إن كان على مستوى عدة مستويات التضيف أو إكمال الدراسات العليا. بينما عبر الطلبة المتفوقون عن شعورهم وهم يشاهدون أجواء الاحتفاء والاهتمام التي أولتهم إياها جامعتهم بيتهم الثاني. هذا التكريم تم بناء على اجتهادات الطلبة الأوائل وأيضا الأساتذة الذين حصلوا على درجة الأستاذية في البحوث، وإحنا نشكرهم على هذا التكريم. طبعا أنا من محافظة الحلة وأغلبنا من محافظات البصرة، فما سووا تفرقة جامعة واسط، كل المحافظات مشاركة في هذا التكريم سواء كان من غير محافظة أو من نفس المحافظة. الجامعة أرادت أن تضع بصمة في يوم تخرج طلباتها في خطوة ربما تعطي أملاً في قدرة العراق على الاستمرار بعطائه المعرفي رغم مراهنات الطامعين. أملنا كبير بأن ينالوا استحقاقهم بأخذ دورهم للنهوض بهذا البلد والارتقاء به، ومن الله التوفيق.